أهلا بكم. بعد جلسة ثقة نيابية كان الموضوع الرئيسي في صحف بيروت التي انشغلت اليوم أيضا بتطورات الميدانية بسبب الحرب السورية وانعكاسها على لبنان. هذان العنوانان وغيرهما سنواكبهما في حلقة اليوم مع النائب الأستاذ أنطوان زهرة، عضو كتلة القوات اللبنانية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك من جديد. رح نبدأ بموضوع جلسة الثقة وتحديدا من خلال كاريكاتير أرما حمصي بجريدة النهار تحت عنوان الحكومة تنال الثقة، رسم صفين من النواب يرفعون أيدي الموافقة على منح الثقة وأيدي ممسكة بالسكاكين من وراء الظهور مع تعليق ثقة متبادلة. أولا القوات منا من بين هالنواب. نعم. لا نبدأ من هون. ملاحظتي يعني مع احترامي للأستاذ أرما، طبعا في فريق رفع إيدي بالثقة مع سكاكين خلف الظهر، وفي فريق آخر أعزل من السلاح يسعى إلى أن يقتنع الفريق المسلح بالتخلي عن سلاحه. يعني حرام ظلم الفريقين باتهامهم بأنه طبعاً متساويين، يعني ما في تساوي بهذا الموضوع. ربما قصد السكاكين وراء الظهر باتجاه الفريق الآخر مش باتجاه الحكومة بالنوايا، بس بالفعل لا. وهذا الفرق بين كل الكلام الجميل اللي سمعناه بجلسة مناقشة البيان الوزاري واللي لفت فيه كثافة المتكلمين من المشاركين في الحكومة، البعض لتبرير المشاركة والبعض لتأكيد ربط النزاع والبعض بصدق للتكلم عن معاناة إن كان مناطقية أو على صعيد الشعب اللبناني، أو معاناة من يتطلعون إلى بناء دولة في لبنان مع الموانع الحاسمة اللي رجع أكد خطاب حزب الله خلال مناقشة البيان الوزاري بالأمس، واللي ردت على كل الأمال وكل المناشدات وكل التطلعات الى الامام بانه احكوا اللي بدكم اياه ونحن مكفيين نعمل اللي بدنا اياه. يعني القوات اللبنانيه من بعد جلسات اليومين الماضيين باتت اكثر قناعه بالموقف ام 100%؟ ام 100% ادركت انها اخطات لانه القطار وضع على السكه وانطلق اي العمل. قطار واي سكه؟ اذا كان العمل اذا كان السؤال اذا كان السؤال عن حصص سلطويه القوات على طول مغلطه، وإذا كان السؤال عن كل خطوة نقدم عليها يجب أن تكون باتجاه واحد بدون أي لف أو دوران، وهو تأكيد بناء الدولة مؤسساتها ومرجعيتها، لا لم نخطئ. لأنه نحن شاركنا بحكومات سابقة، مش معناتها أنه نحن من هواة عدم المشاركة. نعم. للسلطة كل حزب سياسي لازم يسعى إلى أعلى مراكز السلطة، ولكن نحن اليوم أمام مأزق حقيقي. نعم. من بعد تجارب متعددة مع حزب الله وسلاحه في الداخل، انتقل السلاح إلى الخارج اللبناني وليس باتجاه إسرائيل. نعم. غير استعمال السلاح ووهجه لإخضاع بقية اللبنانيين أو ممارسة غلبة على بقية اللبنانيين، تطبع النظام السياسي بتوجه محدد هو مشروع حزب الله وتحالفاته الإقليمية، انتقل حزب الله إلى القتال خارج لبنان. وسمعنا امبارح بالإضافة إلى الإصرار على هذا الموقف اللي أصم اللبنانيين بشكل حاد واللي ما أصمه نتيجة تأييد أو معارضة النظام السوري. نعم. أو المعارضة نتيجة التداعيات اللي رتبها هذا القتال في سوريا على الداخل اللبناني، والمؤشر الأبرز مع سقوط مدينة يبرود أو انسحاب المسلحين من مدينة يبرود، لأنه لم يحصل قتال في يبرود، واللي بيعرف يبرود وبيعرف طبيعتها. نعم. بيعرف أنه لو في إرادة للدفاع عنها كانت بتصمت ربما سنوات. ربما سنوات، طبيعتها لا يمكن السيطرة عليها بالطريقة اللي حصلت. بخلاف كل التوقعات عمد الجيش السوري النظامي، مش بقية المقاتلين اللي هجموا على يبرود، إلى إقفال كل ممرات الانسحاب للمسلحين في يبرود إلا باتجاه واحد، باتجاه القرى المتاخمة للحدود اللبنانية رانكوس وفليطة. تمهيدا لماذا؟ تمهيدا يعني إمعانا في محاولة اختلاق فتنة داخلية في لبنان، اترجم تهديد الرئيس السوري باندلاع الحرائق بكل المنطقة نتيجة الأزمة في سوريا. وبالتالي حتى حزب الله من حيث يدري أو لا يدري دفع المقاتلين واللي غالبيتهم اسلاميين متشددين، يعني المعارضه الجيش. نعم. السوري الحر والمعارضه هيك المتنوعه اللي بدات الثوره السوريه وبقيت سنتين وحده
عم بتواجه حتى وقت اللي تعسكرت جزئيا الثورة السورية ليست هي صاحبة مبادرة بهذه المناطق. شو اللي عم بيصير؟ دفشوهم باتجاه الحدود بوقت كان تحاصر عرسال من الداخل اللبناني بحجة اقفال الطريق على سيارات المتفجرة والانتحاريين. مدينة فيها ما لا يقل عن 25 ل 30 ألف من سكانها البالغين 60 ألف، بالإضافة ل 100 ألف نازح سوري. أقفلت الطريق، حفرت الطريق إلى آخره، وبالعين المجردة وبكل الشواهد وعلى شاشات التلفزة رئيس بلدية قاد هذا الحصار بحجة أنه أخواننا وجيراننا وحبايب قلبنا يسمحوا للدولة والدولة هي اللي غايبة، ما حدا منعها تكون موجودة بعرسال. الأسوأ بالمنظر إذا يعني من راقبه من أسبوع لليوم، إذا بدك ما بدي أبعد كتير لورا، انخطف ميشيل الصقر، تحركت زحلة والمناطق المسيحية هددت بالتحرك، حوصرت عرسال، تحركت المناطق ذات الغالبية السنية. هيدا اللي فتنا فيه من بعد 14 أذار 2005، تجاوز الطوائف والتحالف الوطني والشعور الوطني وبناء الدولة. لوين أخذنا حزب الله بممارسته بسوريا وبلبنان وعلى صعيد العالم العربي؟ رح نحكي بالموضوع الأمني بتاني قسم، بس بدي أبقى بالبيان الوزاري. نعم. سعادتك ما ناقشت بهذا، خليني كفي. نعم، بس أولا يعني من خلال ما تفضلت به الاعتراض على موقف حزب الله وعلى تورطه وعلى قتاله وإلى آخره، القوات هلأ خارج جنة الحكم، كيف بدها تواجه الحزب؟ يعني بقيته سنتين ونص كقوة 14 أدار خارج الحكومة، انهار البلد على مختلف الصعد. نعم. اليوم كيف ممكن تواجهوا هذا؟ هذا السؤال اللي وجهني قبل تشكيل الحكومة ووجهته الزميلة ستري دجعجع بكلمتها. تشكيل هذه الحكومة دون انسحاب حزب الله من سوريا مع أمعانه بالتدخل بالأزمة السورية وهيك تكبير دفع ردود الفعل الطائفية والمذهبية إلى قمة الشعور بالظلم والاستعداد لردود الفعل، هل سيحل هذه المشكلة؟ هل سيحل المشاكل الأمنية أو الاقتصادية؟ رح يرد السياح على لبنان؟ رح يحط على السكة الصحيحة؟ قد يكون بداية للحل، لأن الطلب من الحزب الانسحاب هو تعجيز استاذ زهراء، منو يعني قرار. خليك، طلبنا قبل تشكيل الحكومة، هلأ تشكلت وعملت البيان الوزاري وعنا عتب كتير كبير على من سموها حكومة المصلحة الوطنية، حلفاء يعني. لا لا، مش حلفائنا، الكل الكل. نعم. حلفائنا بنعرف قديش إمكانياتهم بفرض ما يريدون واللي هو ما نريده نحن. إذا كانت هذه هي المصلحة الوطنية، تشكيل هكذا نوع من الحكومات، ليش ضيعتوا على لبنان 10 شهور ونص؟ تنتبهتوا انه هيدي المصلحة الوطنية؟ يعني العرقة اللي كانت من 14 أدار، مش عم بحكي عن 14 أدار، اللي شكلوا الحكومة. نعم. كلهم سوا 8 و14 أدار. نعم. سموها حكومة المصلحة الوطنية، ولا لحظة تفكري انه عندي أي شك بنوايا حلفائنا ب 14 أدار أو بنوايا رئيس الحكومة أو بنوايا الوزراء الموجودين وحتى بنوايا بعض. نعم. فريق 8 أدار. مش هون الموضوع، الموضوع بدنا نكون صريحين مع الشعب اللبناني ومع توقعاته وانتظاراته. نعم. هذا اللي نحن مسؤولين عنه بالعمل السياسي. إذا المصلحة الوطنية تقتضي تسوية غير حاسمة غير واضحة ولا تخدم مشروع. نعم. بناء الدولة، ليش انطرنا 11 شهر مع وزارة تصريف أعمال كل. نعم. واحد منهم معتبر حاله امبراطور بوزارته وعم بيتصرف على أساس أنه لم ولا ولن يحاسب على. نعم. ما يقوم به إن كان بالتوظيف أو بالصرف أو بالتعسف أو بالكيدية أو بكل. نعم. الفساد اللي مورس مع الحكومة السابقة، كان الأولى أن نمنع عنهم الاستمرار في هذا التصرف من أول لحظة. واحد. نعم. اثنين، تشكلت لجنة للبيان الوزاري من أدباء ومفكرين كبار، ومش عم بنزح، كل واحد منهم جدير بأن يدبج كتابا كاملا. نعم. بالفترة اللي قضوها 10 جلسات، 9 جلسات للجنة أو 10، وجلسين طوال وشهر كامل لمجلس الوزراء، واستهلكوا شهر كامل. نعم. وآخر شيء مارسوا على حالهم ضغط لعدم التعرض لسجال دستوري حول طبيعة مهلة إنجاز. نعم. البيان الوزاري إن كانت إسقاط أو حذف، خاصة وأنه استصدرت فتاوى دستورية أنا برأيي لا تليق بمن قالها لأنه معتبرين مراجع دستورية. نعم. تقول لا هيدي مهلة إسقاط، وكأنه الدستور
من وضع الدستور كان غبي، يعني عندما تكلم عن الظروف التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ما اجى على باله انه ما تقدم بيان وزاري تيقول تعتبر طيب مستقيلة. عم تسرد فيها كل هذا لتخلص الى قول ماذا؟ انه قرار خارجي مشى الامور؟ نعمل تسوية مش صحيح كل ما قيل بانه انجاز. نعمل تسوية خارج الحدود بينت انه كان بالامكان افضل مما كان. نعم، نحن عتبنا الوحيد على حلفائنا ب 14 اذار انه نتفق على الحصول على قبل تشكيل الحكومة، لأنه بعد التشكيل خلص ما عاد فينا نحط شروط. نعم، وإلا كنا فتنا الحصول على تعهد يعني من حزب الله بهذا إعلان النوايا بالالتزام بذكر إعلان بعبدة صراحة وليس كما ذكر بالبيان الوزاري، وبتجاوز أي شرعية للمقاومة بعد أن تحولت قوة عسكرية غير نظامية خارجة على الدولة هي المرجع عندما تريد في الشؤون التي تريد. وامبارح قالنا النائب محمد رعد انه سؤلنا انه عم بتقولوا لنا مين فوضكم تطلعوا سوريا، بس بلشنا مقاومه اسرائيل سؤلنا نفس السؤال وليك وين وصلنا لبنان على التحرير وعوده الدوله. نعم. وبالتالي شهدنا جوابا واضحا من حزب الله بالامس على كل ما قيل ويقال، رني ادعاء بانه هن حققوا اللي بدهم اياه مع قدرتهم على فرض ما يريدون بالقوة وبفرض الأمر الواقع وتجاهل الدولة. بيطلع فريق 14 أدار برأيك خسران؟ بيطلع فريق يعني 14 أدار مع أنه بشكل الحكومة ويعني بدأ فريق 14 أدار وكأنه الرابح صحيح الأكبر. صحيح، وحتى تقاسم السلطة في ربح لفريق 14 لا أدار. وحتى بخصوص البيان الوزاري، هل بتقدر تنكر أنه نجح بإزالة هالثلاثية الشهيرة جيش والشعب والمقاومة؟ يعني ما في واحد يعمل كل شيء. أزال العين من الثلاثي هن الشعب والجيش وبقية المقاومة. ليش وين بالعكس بالبيان الوزاري استنادا الى للمواطنين دولة للمواطنين سمين. نعم، لم تعد محصورة بفريق واحد. بالضبط. وهل هذا يعني انه بهالكم يوم اللي جايين كل واحد منا رح يدعي الى انشاء مقاومته على ذوقه؟ شو هالمسحة هاي؟ بدنا بدنا نرضي حالنا لفظيا، فينا نرضى، بدنا نناقش الامور كما هي. نعم. بالواقع بهذا البند ما حصل فعلا اسقاط الجيش والشعب والحفاظ على المقاومة، ولو اعطيت حقا لكل المواطنين اللبنانيين. بالعكس فلتتها من عقالة، يعني هلأ حتى هلأ صارت قادر حزب الله يقول لك في مقاومات، انا مش مسؤول عن كل المخالفات التي تحصل، لانه البيان الوزاري شرع هذا الامر وشرع مقاومات قد لا اسيطر عليها انا بشكل مباشر. شئنا شيء ساعته الاهم طلعوا يقولوا انه كل اللي حكيته العكس. يعني خاصة النائبين محمد رعد وحسن فضل الله. حسن فضل الله قال انه المقاومة وجدت لتواجه قوى دولية ومشاريع مش لمواجهة اسرائيل ولتحرير لبنان. هدي مرت مرور الكرام بمناقشة البيان الوزاري، وجدت لمواجهة قوى دولية ومشاريع دولية، يعني اعطى للمقاومة لحزب الله صفة اكبر من اعطاها دور. نعم. لا حدود. طيب جغرافية أو زمنية لا. كيف ممكن هلأ القوات اللبنانية تساعد حلفائها إذا بالمواجهة؟ حلفاء القوات اللبنانية فيهم يستعينوا بدور المتصلب لتحسين شروط أدائهم مع زملائهم الوزراء داخل مجلس الوزراء. يعني كل من طرح شيء على مجلس الوزراء فيها تستعين بناس على يمينها بالتصلب. نعم. للمواجهة وتقول انه ما فيكن تتعجلنا ايدنا لانه نحن شركة بمجلس وزراء واحد. لانه بالحقيقة كمان في مفارقة غريبة عجيبة، المعارضة من الداخل. انا قلت لاحد وسائل الاعلام يبدو انه ما انتشرت كتير قبل ما نفوت على الجلسة، وسيلة اعلام عربية، سئلت انه شو جايين تعملوا ما بدكم تعطوا الثقة؟ قلت بالعكس لازم نكون موجودين لانه المعارضة اساس بالحياة الديمقراطية. كون بالبرلمان. قال طيب شو رح تعملوا؟ قلت له رح اسأل. اذا كانت فريق عمل متضامن هذه الحكومة فواجبنا ان نهنئها بالنصر في يبروك وحصار عرسال. اذا كانت فريق عمل متضامن لانه جزء منها احتفل بالنصر في يبروك وحاصر عرسال. واذا كانت منا فريق عمل متضامن بأي عين وأي حق عم تطلب ثقة المجلس النيابي والمواطنين اللبنانيين؟ بدنا نكون واضحين وبدنا نكون صريحين. التكاذب لا يمكن أن يبني وطنا،
برجع بعيد قلت من وقت تشكيل الحكومة وبعيدها اليوم وكل ثقة بما أقول، باستثناء تجنب أنه إذا لا سمح الله تعثر انتخاب رئيس جمهورية تستلم سلطة فئوية صلاحيات الرئاسة، وباستثناء أنه لازم نخلص من حكومة انقلابية تصرف وزراء خارج إطار أي محاسبة ومسؤولية، ما في مبرر آخر يدفع إلى الموافقة على مشاركة حزب الله وهو يستعمل هذه المشاركة لتغطية استمراره بما يقوم به دون الأخذ بعين الاعتبار أي مصلحة لا للبنان ولا للدولة اللبنانية ولا للشعب. ربما هذا ما دفع قوى 14 أدار بمكان ما أستاذ زهرة للمشاركة. بأي حال اليوم اللواء تستنتج من المشهد النيابي على مدى يومين أننا ذاهبون لمرحلة يصعب فيها الولوج في خوض غمار أي استحقاق مقبل، لا سيما ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي أو قانون الانتخاب على قاعدة التوافق والتفاهم، خصوصا أن الحلول باتت مستعصية حول الكثير من الملفات المطروحة. عندك نفس الانطباع؟ لا أبدا، انتخابات الرئاسة، ومبارح جرى حديث عنها خلال مداخلة الزميل جورج عدوان، نعم، وفي اتصالات عم تجري. انتخابات الرئاسة اسمها انتخابات. هلأ هذا المنطق اللي وارد باللواء بجوز إذا كنا بدنا نروح على تقليد توافق. تقليد تم التعارف عليه بزمن الوصاية أنه يتم اختيار الاسم ويكلف مجلس النواب بالتصويت له. نحن عنا ما يكفي من الاستعداد، وبعتقد كل الكتل النيابية بالمرحلة الحالية عم تعلن نفس النية، وبعتقد الرئيس السنيورة بالأمس وقبله دولة الرئيس الحريري بحديث تلفزيوني أكدوا احترام الموعد الدستوري واحترام الأصول الدستورية، الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس. ماذا عن موقف من يملك مفتاح الجلسات يلي هو اليوم الرئيس بري عفوا بحسب نقول نصيف بجريدة الأخبار هو يعني عم بيلعب الدور الأبرز بالاستحقاق الرئاسي؟ لا شك لا شك، وأنا شخصيا غير اللي حكي على صوت عالي ناقشته على صوت واطي بموضوع الرئاسة، وبماذا خرج؟ وبموضوع أنه كيف بدنا نفصل بين ضرورة التشريع، لأنه مجلس النواب له سنة ونص مش مشرع، واجته فرصة حاليا بتشكيل حكومة جديدة أنه نطلع من أزمة جدول الأعمال اللي حصل خطأ بإقراره سابقا، ورجعنا كهيئة مكتب وكقوى 14 أدار تراجعنا عن هذا الخطأ وقلنا ما بيجوز التشريع بظل حكومة مستقيلة غير مسؤولة عمليا عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق. اليوم قال لي دولة الرئيس بري أنه طلب من رئيس الحكومة إبداء وجهة النظر في كل مشاريع واقتراحات القوانين المحالة على مجلس النواب، وكل ما لا تمانع الحكومة في إقراره سيعاد وضعه على جدول الأعمال باجتماع لهيئة المكتب من أجل التشريع. وسألته أنه درجة العادة عندك أنه تدعي للانتخابات ببداية المهلة، يعني بعد كم يوم؟ بعد يعني أربعة أيام، أقل من أسبوع، أربعة أيام. جاوبني وأنه ما بدنا شيء يعطل شيء، ما بدنا الذهاب نحو التشريع وربما حتى نحو الحوار الوطني اللي هو دعوة كريم من رئيس الجمهورية، يبين وكأنه لتشتيت الانتباه أو حرف التركيز عن انتخابات الرئاسة بمواعيدها. جاوب لا، أنه فينا نعمل اثنين سوا ما دام متفاهمين أنه نحترم كل شيء محتاجينه. وقال أنه سأجري اتصالات سريعة، بنجي على المجلس بنصاب الثلثين ومنضل نعمل دورات انتخابية ومشاورات واتصالات إلى حتى الخروج برئيس الجمهورية. وبالتالي نحن حريصون على إجراء انتخابات رئاسية وليس تعيينات رئاسية. وخليني أكد لك على الأقل حتى الآن كل القوى المسيحية بأحزابها الفاعلة متفقة، ومبارح البطرك حكي نفس الكلام، الدكتور جعجع حكي نفس الكلام، لن نقبل فرض أي تسوية من الخارج. لمن تقول هذا الكلام استاذ؟ أقول لمن يسعى لحلفائك بالدرجة، للرئيس الحريري لا أبدا أبدا، أنا متأكد أنه الرئيس الحريري بده يسعى معنا إلى دعم مرشح من 14 أدار. وقال هذا الكلام، سيكون لنا مرشح من 14 أدار وسنسعى إلى إيصاله. أنا بدي أقول لدرجة العادة إذا بعض السفراء عم بيفكروا أنه هن بيلعبوا دور
لانه في كلام عن من تفويض السفاره الامريكيه، الموقف الامريكي تحديدا. لا الامريكان حصلوا يعني باختيار العماد عون للرئاسه. أبداً. خليني اقول لك شغله بكل بساطه، اذا العماد عون اخذ ثلثي المجلس بالدوره الاولى او 65 صوت بالدوره الثانيه وما يليها، سنكون اول المهنئين والمتعاونين مع رئيس الجمهوريه رغم سعينا الحثيث الى عدم تمكنه من الوصول. واجبنا السياسي انه نحن نسعى ما نخلي حدا من 8 اذار يوصل، ونسعى بكل امكاناتنا الى ايصال مرشح من 14 اذار. حتى لو كان كأواتي غير الدكتور جعجع، وانا كقواتي واجبي انه يكون جهدي منصب على ايصال الدكتور جعجع، اذا الظروف ما بتسمح مرشح اخر من 14 اذار، لا من 8 ولا ما عنده موقف. طيب ظروف بتسمح بوصول الدكتور جعجع؟ بشوف. بتشوف انه ظروف بتسمح اليوم؟ يعني البدايات جيده جدا، بس بدايات مع من؟ بدايه استطلاع المناخات العامه، اول شيء 14 اذار حزمه امره انه بدها تخوض الانتخابات. نعم، بس مش حزمه امره بمين؟ بتتمتع بعدد نيابي اكبر من 8 اذار، بيبقى الحاجه لثلاث اربع اصوات، بنشوف من يدري. ليش بدنا يعني هيك جينا على كذا موضوع مع بعضهم، بس خلينا بالرئاسه لانه هلا هو الموضوع الابرز. كنت اشرت لما قاله الاستاذ الاولى نصيف بالاخبار، ولكن بالحقيقه هي زميل هيام الصيف اللي كانت بهذا الكلام عن الرئيس نبيه بري، وتقول ثمة مشكله تكمن بالخشيه من جنوح بعض قيادات الصف الاول للتعاطي بملف الانتخابات على اساس انها مرشحه فقط لا ناخبه، بمعنى المفاضلة بين الاستحقاق والشخص. إذا حكمت اللعبة الدولية والإقليمية إنجاز استحقاق رئاسي، بتقصد في أكيد قيادة الصف الأول المارونية. نعم، نحن طبعا مستعدين، مش مستعدين، عم نحضر لم تعد سرا لترشيح الدكتور جعجع. نعم، بس كمان لن نتخلى عن دورنا كناخب إذا لم يصل الدكتور جعجع. فينا نكون مرشح وفينا نكون ناخب، وعنا الأولوية لإجراء الاستحقاق بموعده، لأنه ما عاد مقبول إطلاقا أنه يكون في عنا تردد بأنه هيدي المواعيد يجب احترامها بدون أي اعتبار لأي ظرف كان. هذا بالنسبة لكم، ولكن هل تخشى أنه قيادات أخرى من الصف الأول عند المسيحيين تعرقل الاستحقاق إذا لم تكن متيقنة من الوصول؟ كيف بدها تعرقله؟ أنا وما تأمن النصاب، ما يعني تجي يسلميلي. انه مثلا كتله العماد عون كبيره، يعني اذا ما اجى. خليني اقول لك شغله، اولا في كلام الكل انه بدهم يحضروا، مع التاكيد انه حق الغياب يبقى حق دستوري وسياسي، واجب وطني الحضور. في اجماع على انه الحضور واجب وطني، ولكن لا يمكن ارغام كل الناس على الحضور. ربما في وسائل من الوسائل الدستوريه لتعطيل اي حلول مفروضه، ربما الغياب، ربما لبعض لطريق فريق او اخر. بس السؤال هو التالي، اولا هل ستتصرف كتله العماد العام بمعزل عن التنسيق مع بقيه فريق 8 اذار؟ لا اظن ذلك. هل من مصلحه فريق 8 اذار وتحديدا حزب الله انه يكون في رئيس جمهوريه استاذ زهره؟ هون اذا بدك تعرف الجواب، يعني ما دامت المؤسسات الدستوريه لا تسعى الى تولي صلاحياتها ومنع حزب الله من مصادرتها، شو مشكلته حزب الله؟ إذا قادر يخلي المؤسسات تنوجد وتتفرج على، يعني ما بيعرقل ما تصارعوا على استرداد صلاحيات الدولة، ليش بده يخترع مشكلة؟ ولكن إذا إجا رئيس من فريق يكون السياسي ممكن يعني ممكن يكون عنده مشكلة، ممكن يكون وبالتالي عنده مشكلة. يعطل الاستحقاق كيف؟ بالغياب، ما هو هذا السؤال، بغياب شريحة الطائفة أبناء أنا ما بظن نواب الشيعة، ما بظن إنه حزب الله بيمون على غياب كل الشيعة لتعطيل الانتخابات اذا مش جاي رئيس عزوقه. في فرق هون بيصير، ما خيب ظنكم بمرات اذا عم تقصد الرئيس بري باكثر من مفصل راهنتم على الرئيس بري، وبنهايه المطاف رجع وقف الى جانب حزب الله. استحقاق دستوري مش على موقف سياسي. شو صار بعد بعد انتهاء ولايه الرئيس لحود؟ ما شغر هذا الموقع؟ ايه بس ليه؟ خلينا نذكر ليش شغر، لانه وجه دعوات الرئيس بري بس ما كانوا يفوتوا على القاعه هالقد. كل الخبرية مين اللي ما كان يفوت؟ كل 8 اذار كلها يعني، لو يفوت التيار الوطني الحر و14 اذار برايك الرئيس بري ما كان بيترأس الجلسه وبيأمن نصابه؟ ما بعرف 100% كان بيعملها،
بس كانت مدروسة بهالدقة انه كل 8 اذار غايبة وبالتالي ما في امكانية لعقد جلسة. البطريرك الراعي بحسب جريدة السفير غير انه قال لن نقبل بعدم انتخاب رئيس وغيره ورفضه للفراغ جملة وتفصيل، لمح الى انه قد يصدر حرما كنسيا على كل نائب ماروني يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لا بده يسمح لنا البطرك، لا يستطيع ان يصادر الحقوق الدستورية للنائب لا باسم الكنيسة ولا باسم الشخص. يعني هيدي لا ما بتشوفها بالعكس حافز او مشجع، بس هذا التهديد بيدفعنا الى موقع نقول كل واحد يعمل دوره مش اكثر. هذا كلام. ليش اعتبرت انكم معنيون بهذا التهديد؟ راس البابا القديسين ما بيزيدوا على مسيحيتي. طب ليش اعتبرت انكم ليش ما اخذتها بالعكس لصالحكم؟ انا اول الأمر. واحد بدي احضر، بس انا ما بقبل التهويل بالسلطه الدينيه المسيحيه او السنيه او الشيعيه او الدرزيه على الحياه السياسيه. بدنا نخلص، يا منروح منتضبضب منصير نحن كلنا سوا سياسيين ادوات عند المرجعيه الروحيه وبنعترف بذلك وبنتصرف على الاساس، يا كل واحد يعمل شغله يروقوا علينا. هل كلامك بيخفي مشكله سامته بينك وبين البطريرك؟ ابدا، انا من اكثر المتعاونين والمحترمين، بس انا ما بقبل حدا يصادر دور حدا. أنا كشخص ونحن كقوات لبنانية أكثر الناس تعاونا واحتراما لموقع بكركي ولدورة، وعم نشارك بكل اللجان وعم نشتغل من كل قلبنا تنوصل للأهداف المشتركة، بس بإرادتنا وقناعتنا، أبدا منا مسيرين بهذا الموضوع. خلينا ناخذ فاصل، بعده مباشرة الغزل من طرف واحد مع حزب الله بينكم وبين حزب الله بعد الفاصل. إذا نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ أنطوان زهرة بموضوع رئاسة الجمهورية. اليوم وفيق أنسو بجريدة الأخبار كتب عن غزل من طرف واحد بينكم وبين حزب الله. خليني بس أقرأ لك مختصر سريع جدا، يعني بيقول شو عدا ما بدا قبل ثلاثة أيام، يعني فصلت بين تأكيد دكتور جعجع أنه تجارب اللبنانيين مع حزب الله أثبتت أنهم لا يلتزمون بتعهداتهم، وبين إعلان جعجع عبر الأخبار استعداده للحوار الجدي مع الحزب وما تبعه من غزل النائب ستريدا جعجع بشركائنا في الحزب المناضل إيمانا بقضيته. بيقول في أكثر من رسالة من وراء هالأمر، يمكن الرسالة بالدرجة الأولى هي فتش عن رئاسة الجمهورية، بالدرجة الثانية فتش عن ميشيل عون، حيث أنه الحكيم مستاء من انفتاح تيار المستقبل على خصمه اللدود مسيحيا ورئاسيا، والأهم بما تقرأه المصادر بتكويعة القوات، ما بعرف إذا بتوافق على هالتوصيف، أنه ثقافة الولاء المطلق للحلفاء بالمستقبل باتت مطروحة للنقاش على طاولة البحث المعربية. ويخلص للقول أنه حزب الله منه بوارد التجاوب مع هذه المحاولة، الأمر صعب ونقطة على السطر. أول شيء بتأمل أنه اللي بده يكتب عن القوات يكون يعرف القوات. الولاء للحلفاء لازم يستحي عدمه اللي بيحكي عن القوات وولاء القوات. القوات ولاء الرب والمبادئة ووفاء لأصدقاء أو حلفاء، منه ولاء، منه تبعية. نعم. وأنا عم بحكي من منصة تيار المستقبل الأساسية، والرئيس الحريري والرئيس السنيورة وكل الزملاء النواب والوزراء بيعرفوا هذا الواقع أشد المعرفة، وهذا اللي بيخليهم يحترموا ويحبوا القوات اللبنانية. القوات لا ولاء لها إلا لربها وضميرها ووطنها ووفائها لحلفائها ولمشروع السياسي، وهذا اللي بيجمعنا كتير 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 لحلفائنا وما بتفرقنا وما يزال مواعيد صغيرة. ونحن أول من بادر وأعلن قبل تشكيل الحكومة بزمن أنه إذا اقتنع حلفاؤنا لسبب ما، يمكن عندهم معطيات إقليمية أو دولية ما عنا إياها، يمكن يقنعونا يمكن لا، منفضل نتفاهم ونفوت سوا. عم نشوف، عذرا استاذ زهره، بس حتى نعلق على الصوره، وصول الرئيس تمام سلام للسراي الكبير اليوم كرئيس مجلس وزراء، دخل نادي رؤساء مجالس الوزراء مع شرعيه ومع ثقه. هو دخلوا مع صدور المراسيم بصراحه. نعم هلا دخلوا بشكل رسمي اكثر. نعم
تحب تكمل الفكره؟ لا خلينا عم نشوف صوره بس بنقدر نحكي بنفس الوقت. اذا يلا الله يوفقك. اذا لحظات بس شفت لنا انتباه ما دولت. إذا الرئيس سلام يلقي التحية على موظفي سراي الكبير يعني بعد وصوله إلى السراي اليوم لأول مرة بعد ما نال الثقة. بس الملاحظة أنه أكثر المستفيدين من هذه المراسم البروتوكولية والتحية هو الدكتور بوجي رئيس الحكومة عم يروحوا يجوا هو باقي. هو باقي. إذا كنا عم نحكي عن الرسائل من وراء الانفتاح على حزب الله. نعم. استاذ زهرة بخصوص الحلفاء والرسائل. فإذا بخصوص الحلفاء ما تغير شيء. نعم. وبخصوص الانزعاج من الانفتاح على العماد عموما. النظر بموضوع المشاركة بالحكومة نحن فضلنا الحصول على الضمانات. نعم. السياسية قبل. هن قالوا بنحصل عليها بعد. تبين انه حزب الله باقي مطرح ما هو ما عنده تغيير بسياساته. اثنين ما في شيء جديد بنت باستثناء اللهجه. الدعوه الى مراجعه الاخطاء وتسليم السلاح تنتفاهم هو غزل. هذا غزل. ستريدة جعجع نعم حكيت عملت مقارنه. طب وموقف الدكتور جعجع يلي قال انه مستعد ينفتح على حزب الله قبل ثلاث ايام بالاخبار قال اذا ابدا جديه بالحوار ما كان مضيع على اكد ما كنا نقوم به سابقا عندما تعاطى الدكتور جعجع مع طاوله الحوار بجديه مطلقه وقدم مشاريع متقدمه ما حدا وصل لها وصولا الى اقتراح ان يبقى السلاح مع اصحابه دون معرفه مكانه من الدوله اللبنانيه بشرط اخضاعه لسلطه مجلس وزراء. نعم. وأمرة الجيش اللبناني رفضوا. عم نرجع لنفس المحل. إذا نعم. مستعدين تروحوا بجدية على مناقشة السلاح نحن مستعدين. وإذا القصة ضحك عدقون وتستهي بلاها ما تغير شيء. نعم. إلا بطريقة المقاربة. معطوفا على ذلك مش ستريدة واحدة اللي حكيت سيدة ستريدة الأهم بكلام سيدة ستريدة عملت المقارنة وعملت الخطاب الوطني والهيك السلس بس نهيته راجعوا
قد مصلحكم انتوا ويا مثل ما عملت القوات المدنية، والا ما فينا نتفاهم، وبالتالي وين الغزل؟ هذا مضمون الخطاب. الاهم ما فات السيدة ستريدة زميلي من ذكره، ذكره زميل إلي كيروز. نعم. الأخطاء التي ارتكبها والخطايا التي ارتكبها حسب الله بحق لبنان واللبنانيين حتى اليوم، والتي يمعن في ارتكابها، عددها بشكل موثق وعلمي زميل إلي كيروز. طيب. وكفى. انطلاعا من هالنقطة، ستة من ثمانية حكيوا من تكتل القوات اللبنانية، بس أنا وشانط ما حكينا، والكل حكيوا بنفس الاتجاه. نعم. وبالتالي كل شرح انه في غزل في غير مكانه تصيد بالماء العكر، خاصة من حاول الإيحاء انه هذا رد من القوات على لقاء العماد عون بالرئيس الحريري. الرئيس الحريري. نعم. عون قلنا ومنعيد عتبنا الوحيد انه اتفقوا يكون سري، صدقوا لميشيل عون انه بده يحافظ على السرية، سربوا الى الاعلام، سألنا طلعنا نزلنا يمتنعوا، ما قالوا لا، انتبهوا. نعم. ما قالوا لنا لا بس ما يجاوبوا، الى ان سربها ميشيل عون. نعم. ان كان الاجدر انه هالثقه اللي بيناتنا ورفقه السلاح والشهداء والى اخره، والنضال مش سلاح، رفقه نضال، انه نسمع منكم مش على الفيسبوك من عماد عون. هذا كل الموضوع. يعني ما ندمتوا مثل ما بيقول المقال انه بالقانون الانتخابات تخليتوا عن موقفكم بخصوص القانون الارثوذكسي ومشيتوا بقانون الانتخابات وبرهنت انا معجون ومخبوز بهذا الموضوع. نعم. من لحظه اللي طرحنا امكانيه السرب الارثوذكسي ببكركي ولاحقا بكل ادبياتنا. نعم. السياسيه شرط ان يحصل على موافقه ميثاقيه، ما كان قضيتنا الوحيده، كنا عم نسعى الى انجاز قانون انتخابات يحظى بموافقه ميثاقيه، مش بتصويت 65 صوت او غالبيه الحضور من السواب، لانه قانون الانتخابات. نعم. على اهميته. نعم. يعتبر من القضايا الاساسيه بمجلس وزراء، بده ثلثين مجلس وزراء، بس نعم. مجلس النواب التصويت عليه بده لا نص زائد واحد الحضور، يعني اذا النصاب 65 نايب وصوت عليه قديش نص زائد واحد ب 65؟ 33 نايب بيعملوا قانون انتخابات. طيب مصير الحوار، موقف القوات المعلن انه ممكن تشارك بهذا الحوار، بدنا نعمل ماذا تدرسون؟ نعم يعني شو رح تاخذوا بعين الاعتبار بقراركم؟ بدنا ناخذ بعين الاعتبار الاستعداد الجدي لاحترام الحوار. كلنا نعم. صرنا مدركين وصارت مداخلات بالجلسات. نعم. هيئة الحوار ليست مؤسسة دستورية، هيئة الحوار جمع لمرجعيات سياسية من عدة أمكنة، بس تتمتع بالصفة التمثيلية بطوائفها وعلى الصعيد الوطني للتداول بمواضيع، بالنتيجة إذا لم تقونا بواسطة مجلس وزراء ومجلس نواب تبقى حبرا على ورق بصراحة. نعم. وبالتالي تجربتنا مع طاولة الحوار المؤسفة، الموضوع الوحيد اللي اتفقتوا عليه اللي اتفقنا وجربنا نقونه، عطلوا البلد ثلاث اربع سنين كرماله اللي هو المحكمة العدالة. نعم. والمحكمة هذا الوحيد اللي جربنا نقونه. بقية المواضيع بقيت سنسعى وسنجرب. طيب اليوم تغيرت الظروف يلي كانت سائدة قبل، برجع بعيد، ما بدنا يكون جوابنا هيك عشوائي انه لا موقفنا مش مبدئي، موقفنا. نعم. مش عقائد من هالموضوع، بس ما تغير شيء من وقتها لليوم. خلينا نشوف بالنسبة بالنسبة لمواقف حزب الله. يعني أولا لم توجه الدعوة، بات معلوما أنه بات معلوما، هذا بيسموه عجم عود، يعني اختبار اختبار لردود. نعم. الفعل. نعم. تسريبي بدون نبض. تأكيد دس نبض جس نبض لمعرفة ما هي مواقف فرقاء. نعم. أنا شخصيا كنت أتمنى أنه ما يكون عندنا أي شيء بعد 25 أذار غير إلا الانتباه على انتخاب. بتخاف أنه يكون الحوار لتشتيت الأنظار؟ لا 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 لا, لا, لا طبعا مش هيدي نية فخامة رئيس الجمهورية. فخامة رئيس الجمهورية عم بيجرب يستفيد من المناخات الإيجابية اللي خلقها. نعم. النسبية مش المطلقة، مش ضروري بتكون النية انما يستغل هذا الامر لاجل. لا لا بالعكس، فخامة الرئيس دائما مش من قبل الرئيس، من قبل البقوة. من قبل البقوة حزب الله يستعمل كل المواقف والمواقع والمناسبات والمنصات لتكريس حقه بالاستكبار على الاخرين والمكابرة بمقاربة الوقائع، والقول لكل اللبنانيين لكم دولتكم ولي دولتي، شوفوا. نعم. دولتكم شو فيها تعطيكم وتعطيني، وانا دولتي بتعطي ايران وحزب الله ومشروعهم. طب طالما هيك الامر ماذا ستدرس القوات اذا الامر هيك؟ موضوع الحوار بناء على الدعوه التي ستوجه. نعم. دعوه
مع مواعيد ومواضيع للبحث مندرسها ومنقرر. بعد الفاصل منكمل حديثنا أستاذ أنطوان زهرة. إذا لحظات ونعود. بعد معنا تقريبا 6 دقائق أستاذ زهرة، سريعا هيك بدي أخذ رأيك بمجموعة من المقالات. اليوم شارل جبور بجريدة الجمهورية بيقول إذا كان البعض يرفض لبنان 10452 بدوره المحايد والشراكة بالقرار الوطني وامتلاك الدولة وحدة حق احتكار العنف كما تنادون، فإن لبنان 10452 بدوره المقاوم والممانع مرفوض رفضا باتا ولا حل سوى بإسقاط هذا الشعار وتجزئته بالشكل الذي يستطيع عبره كل طرف أن يعيش صدق قناعاته. شو بيقصد؟ أنا برأيي مش هذا الخيار المطروح، مع أنه في بعض اللي ملوا التجارب المتكررة رايحين بهذا الاتجاه. أنا برأيي في حتميات تاريخية لابد من الانتباه لها. لا شك أنه ما نعيشه اليوم هو مأزق وجودي كياني ميثاقي مش أقل. خبرية مش خبرية كلمة بالزايد وبالناقص. الخبرية أنه بعد فشل تجربة المارونية السياسية منذ إعلان دولة لبنان الكبير أو قبل، يعني دولة لبنان الكبير هي كانت ضمن الأقضية الأربعة ومدن الساحل، منذ نظام القائمة القميتان والمتصرفية، في موضوع هو الأساس بلبنان، المسألة بلبنان تشكيلة الكيان هي التنوع الطائفي. نعم. المأزق اللي عاشه لبنان المتكرر هو سعي طائفي ما للاستقواء على الآخرين والاستئثار بالسلطة. تجربة المارونية السياسية وصلت للحرب الأهلية مع ظروف موضوعية ساعدت انفلات المقاومة الفلسطينية، اعتبار جزء من اللبنانيين أن الجيش اللبناني بخص غيرهم ما بخصهم وبالتالي استعانوا فيها، وإلى حد ما قد تتكرر التجربة نتيجة محاولة البعض مصادرة الجيش ودوره ووضعه بمواجهة طائفة أخرى. نعم. وهيدي خطرة كثيرة على دور الجيش. يعني نعم. بالبلد. نعم. بادعاء الحرص على الجيش توريطه بعدائية لبعض اللبنانيين. نعم. وهيدي ما بتاخد إلا على حرب أهلية. على كل حال فشلت المارونية السياسية وصلت على الحرب لأنه لم تبنى دولة. نعم. العدالة واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل. رغم إمساك الموارنة بكل المفاصل الرئيسية. نعم. للدولة وصلوا على الحرب. اليوم عم بتشوف تجربة لم تنتهي إلا بتتكرر. مرأت تجربة غلبة سنية ولكن. نعم. ليس بالقوة مش عسكرية. بالدور الاقتصادي. نعم. والعلاقات الدولية وإعادة البناء إلى آخره، انتهت باستشهاد الرئيس الحريري والشرزمة اللي حصلت. نعم. اليوم في التجربة الشيعية اللي ما عم تقبل حزب الله ما عم يقبل يتعظ من تجارب الآخرين ومصر على الاستمرار بتجربته واللي كانت يعني حانت قربت نهايتها، وبالتالي مش وقت الكفر بالصيغة وبالميثاق، وقت وضع الناس أمام مسؤولياتهم. أنه. نعم. يا حزب الله، وهذا جزء من اللي قالته السيدة ستريدة جعجع، أنه غيرك كان قوي وعرف. نعم. أنه ما في كفة بالقوة يحكم البلد، أنت لازم تعرف وتتخلى أنت قوي أحسن ما تتخلى مختارا أحسن ما تتخلى مضطرا عن سلاحك واستقوائك واستكبارك إلى آخره. جوابه لحد هلأ لا، لأنه في سكرانين أنا برأيي عزبيبي على انتصارات. نعم. عم بيحققوها هني والنظام السوري على الشعب السوري ويدعوا أنه مش على الشعب السوري. لا، ثورة بسوريا ما كان في لا داعش ولا النصرة ولا تكفيريين ولا إرهابيين ولا إلى آخره على مدى سنتين. نعم. مؤخرا تصارت تستقطب كل هيك اللي بدهم يقاتلوا بالعالم تيقاتلوا بعضهم بسوريا. بموضوع تاني، محمد نمر اليوم بجريدة النهار ألقى الضوء على مؤسسة مسارات المشرفة على نشر وثائق مسربة عن دمشق ليكس. هل مؤسسة خطفت الأنظار بكشف وثائق تحدثت عن وجود معتقلين لبنانيين بالسجون السورية وإعدام 4 منهم؟ نعم. ويقول مؤسسة لؤي المقداد أنه المؤسسة رح تنشر الأسبوع المقبل مذكرة موجهة من رئيس مكتب الأمن القومي للرئيس الأسد تتضمن إدانة واضحة للنائب ميشيل عون بملف المعتقلين اللبنانيين بسجون نظام سوري. بغض النظر عن هالمعلومة، بتوقع انه ينجلي مصير مئات المعتقلين اللي عم من حكومة الرئيس السنيورة تقدمنا. نعم. ككتلة قوات لبنانية. اولا سلمنا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة موجهة من الدكتور سمير جعجع،
وتقدمنا باقتراح انا شخصيا تقدمت فيه بمجلس النواب، اقترحت على رئيس مجلس الوزراء ان يحاول مع جامعة الدول العربية محاولة اخيرة لارغام سوريا على توضيح مصير المفقودين والمخفيين قصرا في السجون السورية، خاصة وان هناك ما يوثق وجود المئات. نعم. نحن بنعتقد الوف ولكن الموثق مئات. مئات، 600 تقريبا. شاركنا بهذه النشاطات كلها سواء الوزير وانتهت الى لا شيء. وانتهت الى لا شيء لانه هذا النظام ينكر كل موبقاته. هلا في وثائق انه في ناس ينكر وجودهم لديه، طب ما في وثائق اخرى موجوده عند الدوله اللبنانيه لم تتقدم بشكوى، لم تطلب من من مجلس الامن انه يعمل لجنه تحقيق ذات صلاحيه. نعم. مش انه توجه كما يريد النظام السوري والى اخره، هذا موضوع لازم نتابعه وبدنا نتابعه وبنتامل من هذه الحكومه بعد صدور هذه الوثائق كما طلب بعض الزملاء بكلماتهم بالمناقشه انه صار في وثائق مثبته نلاحق على اساسها. بهالموضوع بنكون وصلنا لختام الحديث معك استاذ انطوان زهرة، بدي اشكرك. اشبعنا يا شيخ. اهلا وسهلا فيك، يلا حلقه ثانيه قريبا هيك ليكون دارت عجله العمل الحكومي وقرب الاستحقاق الرئاسي. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهدين والى اللقاء.